يلا نكمل مع بعض فهم الكود. تمام، دي اخر حاجة فهمناها. صح، تمام، دي اخر حاجة عملناها بفضل الله فهمناها. كمل بقى معايا كده. هنا بقى ايه بعمل؟ دالة اسمها كلير اللي بيقل. وظيفة الدالة دي انها تاخد الباك جراوند اللي في التي بي ال الاساسي، اللي هو الفريم يعني اللي انت عليه، الباك جراوند بتاعته تاخده وتحطه لكل الليبلز اللي عندك على طول بدون اي استثناءات. يعني بتدخل هنا اللي بي ال شغال على الاول ليبلز، يروح داخل الاول ليبلز اللي انت خلاص فهمتها قبل كده، فيروح داخل على الاول ليبلز، يدخل الاول ليبلز دي جواها ليبل، جواها مجموعات، كل مجموعه فيها ليبلز، فيروح عامل فور ثانيه عشان المجموعات. يبقى انا عندي ال بي ال شغال على ايه؟ على الاول ليبلز، وبعد كده عندي ال بي ال 2 شغال على الليبل ال بي ال. امسك انا بقى ال بي ال 2 العب فيه زي ما انا عاوز، فاروح ظابط كل الباك جراوند على لون التيبل الاساسي اللي هو الفريم. ليه الكلام ده؟ عشان اما اجي اعلم على واحده كده، بص انا مثلا علمت على واحد كده، واحد بقى لونها ايه مميز، عشان التحديد لونها لون الزرار، انا عامله لونها لون نفس لون الايه الزرار، على اساس يبقى ايه مع بعض يعني كده، خدت بالك؟ لو انا جيت علمت على الثانيه، منطقي ان انت لما هتدوس الاثنين هيبقوا نفس اللون. لا، ده ما بيحصلش. ده بيحصل ايه؟ لازم يرجع كل الالوانات بتاعه الليبلز للطبيعي ثم يحدد. فعشان كده، عشان كده الداله دي اتعملت. الداله دي بتعمل ايه؟ بتلون، بترجع كل الليبلز لالوانها الاساسيه. خلاص، حلو. طيب الداله اللي بعدها اللي هي مارك اندرسكور ال بي ال، دي وظيفتها انها تحدد وتظبط الاندكس. يعني الداله دي بتاخد منك الليبلز اللي انت عايز تحددها، بتاخد منك ايه الليبلز اللي انت عايز تحددها، وبتاخد الاندكس اللي انت عايز تظبط التيبل اندكس عليه، فتقوم ظابطه الاندكس، وبعد كده تروح عامله فور بحيث تلف على كل الليبلز اللي انت بعتها وتلونهم بنفس لون الزرار اللي هو ده. بس الدالتين دول كده مهمين جدا. تمام، نيجي بقى بعد كده ندخل على القصه الثانيه. خلاص الدوال دي اتعملت عشان تستخدم، هتستخدم نستد هنا في نفس الداله اللي هي احنا كل ده جوه البايند. عملت بي تي ان كاونت، البي تي ان كاونت بداته من الصفر. ليه؟ لان انا هنا هيهمني ان انا ابرمج الازرار بحيث ان انا لما ادوس على الزرار كده يبرمج يحدد ويظبط الاندكس، يحدد ويظبط الاندكس، يحدد ويظبط الاندكس، عشان لما ادوس تيست يعرض الكلام ده او اعرف اجيبه، يعني ابقى في طريقه ان انا اجيبه. ما هو الشغل كده، اعرض واستلم. طيب هنا بقى انا كده كده بلف على التشيلدرن كلها بتاعه الايه الفريم ده اللي هو التي بي ال او التيبل، بلف على التشيلدرن بتاعته كله، فبقول له بحول النيم بتاعها للور لو بيساوي باتن الكلاس، يعني النيم بتاع الكلاس لو بيساوي باتن، لو هو باتن فعلا بحوله للور عشان اخلص، ما اقعدش اشوف انهي الكابيتال وانهي السمول وهكذا. لا، هو لو بيساوي باتن على طول يبقى هو ده المقصود، يبقى هو ده سي دوت كونفج، غير كده مش هشتغل. يعني هو مش هيشتغل ولا هيدخل على اي حاجه الا لما يكون ايه بطل، غير كده هيتجاهل. يقوم في اخر اللفه يزود البطن بايه البي تي ان ايه بواحد، في اخر لفه بشرط يدخل الاف. يعني هو مش هيزود البي تي ان كاونت بواحد الا لما يدخل جوه الاف. ليه؟ عشان ابقى عارف انا شغال على ايه. ما هو دي عدد ازرار انا شغال عليها، وعلى اساس الكاونت ده اظبط كل حاجه. فهنا عملت كونفج كوماند، انا هنا محتاج الكوماند ازرار ابن اللذينه ده، انا محتاجه يعمل كذا حاجه. فعشان كده اصلا عملت الكومباين فانكس اللي انا حكيتها لك في اول القصه، بحيث رحت مديله الكلير اللي بيقل في الاول. خد بالك اوعى تغير الترتيب، ما ينفعش تغيره. اول حاجه اديته ايه؟ اديته كلير اللي بيقل، فيروح ايه ملون كل الليبلز بالوانها الاساسيه. بعد كده كوما، كوما عشان اديله الكود الثاني، عرفت؟ كل ده جوه الايه؟ جوه الكومباين فانكس اهو. يعني ده الكود الاول، اوكي، كوما ده الكود الثاني. الكود الثاني عباره عن لمبدا اكسبريشن، لمبدا طبعا
هنا لو انت ما حطيتش الكلمتين دول ان في اللمبه ده هو عمال يلف عمال يلف في اللمبه ده، بي تي ان كاونت بيساوي نفسه. لو ما عملتش الحركه دي الزراير كلها هتتبرمج برمجه واحده، وانت مش عايز كده. لا ده انا عايز كل زرار يتبرمج برمجه خاصه بيه، يعني لما اعلم على ده يعلم على الصف الاول، ولما اعلم على ده يعلم على الصف الثاني، ولما اعلم عارف. لو انت ما كتبتش الكلمتين دول اللي انا معلم عليهم دول، بي تي ان كاونت بيساوي تي ان كاونت اللي انت شغال عليه، ده المتغير اللي انت شغال عليه اللي هو هيتغير. لو ما كتبتش الكلمتين دول هتلاقي كل الزراير بتعلم على اخر واحد، خد بالك. واقول لك هو ليه بعمله بعد كده جوه اللمبه ده، بستخدم الايه المارك اللي بيقل، بروح اعمل ايه بقى، بديله الليبلز بتاعه الزرار ده. انا كده بعمل ايه، ببرمج كل زرار لوحده، يعني كل زرار هيتبرمج على الصف اللي قدامه دايركت على طول، فبديله مجموعه الليبلز يروح هو واخدها ومعلم عليها، ده الكود اللي هيتنفذ. وبديله الكاونت عشان يظبط التيبل اندكس عليه، وبس كده خلصت. في الاخر خالص بعمل باك للتي بي ال عشان يظهر. بس الكود اللي قدامكم ده اللي انا قعدت يعني في دقائق معدوده وفي حلقات معدوده بفضل الله اشرحه لكم، الكود ده انا تعبت فيه جدا 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 عقبال ما نفذته وتحققت منه وشغلته، تمام. الكود ده بفضل الله هيريحنا بعد كده في عرض البيانات. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.